بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب أعن ويسر يا كريم. مسلك الإمام ابن عبد البر في مجمل أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة يسلك التفويض حينا ويسلك التأويل حينا. نعم هو لم يلتزم بقواعد الإمام الأشعري رحمه الله، ولكنه إمام كبير ويوافق الأشعرية في أكثر أقواله، إلا شيء يسير جدا مما لا يخرجه عن مذهب أهل السنة والجماعة. بداية يجب أن تعرف أن الأشاعرة الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، ويحبون أن ينسبوا العلماء إلى فرقتهم. إخواني، أنا عندما رأيت هذا الفيديو الذي سأرد عليه الآن اندهشت، حتى أنني خفت أن أوقظ جاري من ردات فعلي وأنا أسمعه، فكنت تلقائيا أضرب كفا بكف أو أضحك بصوت مرتفع. وكانت الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتركت كل شيء بيدي لأجهز هذا الرد، لأنه مهم وفاضح. فإذا لم تكن متجهزا أو مستعدا لسماع الفيديو، فجهز كوب قهوة أو كوب شاي وارجع لتسمع بهدوء وترى تزوير الأشاعرة للحقائق، وهذا مثال عليها. المشكلة أن الرجل يوثق تزويره. يقول الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد السابع صفحة 144 عند ذكر حديث النزول، هو يوثق بالمجلد والصفحة، وسأعرض لكم الكتاب وندقق معا. ذكر أقوالا، بيّن من هم الذين قول أهل السنة والجماعة، ثم قال: وقال آخرون. ركز أن ابن عبد البر ذكر قبل صفحة 144 ذكر قبلها قول أهل السنة، وسأقرأ لكم ما قال. سأقرأ جزءا الآن وسأقرأ أجزاء بعد قليل بإذن الله، لتروا لماذا لم يذكر ماذا قال قبل صفحة 144. يقول ابن عبد البر في صفحة 143، يعني قبل صفحة، والذي عليه الجمهور، هذا كلامه، والذي عليه جمهور أئمة السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. إذن أهل السنة جمهورهم يقولون ينزل، وهذا الذي لا يقوله الأشاعرة. الأشاعرة يقولون: فعندما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل يوم، يبقى ينزل أمر ربك، ينزل ملك ربك، ينزل رحمة ربك. فإذا على الأقل حتى الآن، لأن هناك مفاجأة في آخر الحلقة، حتى الآن الأشاعرة قولهم ليس قول جمهور أهل السنة، هناك مفاجأة يعني أكبر من هذه. في آخر الحلقة سترون شيئا كلاما عجبا لابن عبد البر. وقال آخرون ينزل بذاته، ثم قال: ليس هذا، لهذا القول، القول بأنه ينزل بذاته، ليس هذا بشيء عند أهل الفهم. هذا التزوير الأول، انظر إلى ما قاله ابن عبد البر، انظر إلى ما قاله، هذا الكلام الذي لم يقرأه سيف العصري في ما قرأ. يقول ابن عبد البر: وقال آخرون ينزل بذاته، ثم نقل قول نعيم بن حماد، يعني ذكر الإسناد ونقل قول نعيم بن حماد: ينزل بذاته وهو على كرسيه. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء، إلى آخر كلامه. هنا يظهر لك صراحة تزوير الرجل، إذ أنه لم يذكر قول نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد يرد، يقول أن هذا الحديث يرد على الجهمية. بالتالي لو قرأ هذا الكلام سيف العصري لوضع نفسه موضع الجهمية بالنسبة لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد طبعا من علماء السلف، متوفى عام 228 قبل أحمد بن حنبل ب13 سنة. فلو أنه قرأ قول نعيم بن حماد هذا الذي أخفاه، لوضع نفسه في جهة الجهمية ونعيم بن حماد في جهة أخرى، واحتاج أن يرد على نعيم بن حماد، واحتاج أن يقول أن نعيم بن حماد هذا هو الذي يكيف وهو المجسم، فأخفى هذا القول. مجرد أن قالوا ينزل بذاته اعتبرها الإمام بن عبد البر كيفية، هذا هو التكييف. لا، هو لم يقل مجرد، لم يقل مجرد، ليس ولم يذكر فقط مجرد،
القول بأنه ينزل بذاته، لا، هو نقل قول نعيم بن حماد ينزل بذاته وهو على كرسيه. طبعا هذا قول أهل السنة وليس فقط نعيم بن حماد، هذا قول صحيح، إلا كلمة ذاته هذه يعني إضافة للتأكيد، لكن أهل السنة يثبتون النزول حقيقي. المهم عندنا أنه لم يقل عن مجرد القول أنه ينزل بذاته، ليس المجرد، وإنما ينزل بذاته وهو على كرسيه. مجرد أن قالوا ينزل بذاته اعتبرها الإمام ابن عبد البر كيفية، هذا هو التكييف. قال لأن هذه كيفية، وهم أي أهل السنة والجماعة وهم يفزعون منها. قال لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله وتعالى عن ذلك. إذن اعتبر الإمام ابن عبد البر أن مجرد أن يقول الإنسان ينزل بذاته ومثلها تساويها ينزل نزولا حقيقيا، لأن النزول الحقيقي هو نزول الذي يفهم منه التملي والتجلي، التملي والتخلي، أن يمتلئ به مكان وأن يخلو منه مكان. طيب، هذا كلامه في المجلد السابع. يقول في كتاب الاستذكار في المجلد الثاني. الآن هو انتقل إلى الاستذكار، لماذا انتقل من هذا الكتاب ولم يكمل كلام ابن عبد البر في هذه الصفحة وانتقل إلى كتاب آخر؟ طيب، ضع لي هذا الكلام في بالك، ضعه في بالك وسأجيبك عليه في آخر الحلقة تقريبا، لأنه مهم جدا، لكن سنركز الآن في أمور أخرى. يقول في كتاب الاستذكار في المجلد الثاني صفحة 29 بعد 105، يقول هو يذكر رقم المجلد والصفحة من طبعة دار الكتب العلمية، لكن أنا لم أجد طبعة دار الكتب العلمية PDF لأعرضها لكم، فسأعرض الكتاب من طبعة أخرى ونفس الكلام موجود في هذه الطبعة وفي تلك، لكن تختلف فقط أرقام الصفحات والمجلد يعني. هو ذكر كلاما طويلا وسأقتصر على ما أريد الرد عليه. قال وقد قال قوم إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته، ثم قال الآن الكلام عن نزول الرحمة، ينزل ربنا أي تنزل رحمته. قال وهذا ليس بشيء. رد الإمام ابن عبد البر هذا الرأي، هذا اعتراض ابن عبد البر، طبعا لا نوافقه عليه. الآن لما قال ابن عبد البر عن قول يتبناه الأشاعر، ابن عبد البر قال ليس بشيء، قال سيف العصري هذا لا نوافقه عليه، ولما قال عن قول أهل السنة هذا ليس بشيء قال سيف ليس هذا بشيء. يعني انظروا إلى صيغة التسفيه لهذا الرأي، انظروا إلى صيغة التسفيه لهذا الرأي، أن هذا الرأي لا قيمة له ولا وزن في ميزان العلم. فهذا انحياز وكيل بمكيالين. لكن مع أن ابن عبد البر قال هذا القول ليس بشيء، انظروا ماذا سيقول بعد. قال وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته، ثم قال ابن عبد البر معقبا وهذا قول مهجور، لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات. هذه ليس بمحل الحركات ضعوا تحتها خطوط، أي أن الله تعالى لا تقوم به الحوادث، الله تعالى لا تقوم به الحوادث، لا تقوم به الأمور الحادثة، هذا عين ما يقرره الأشاعرة. كل كلامه دار حتى يقول أن ابن عبد البر يقول بقول الأشاعرة، أن ابن عبد البر يقول بقول الأشاعرة، وسأنقض عليه هذا الكلام. فالقول بأن الله ليس بمحل الحركة ولا تقوم به الحوادث هذا ليس قول الأشعرية. نعم الأشعرية يقولونه، ولكن يقولونه مقلدين لبشر المريسي على هذا القول. بشر من أين أخذه؟ أخذه من الجهم بن صفوان. فعندما تنسب شخصا لمقالة من المقالات تنسبه لمؤسسها ولا تنسبه لمن وافق ذلك المؤسس عليها، لا تقول هو وافق الأشاعرة، الأشاعرة مقلدون. يعني الآن إذا شخص قلد الشافعي في قول من أقوال الشافعي في الفقه، فهل نقول أن فلان وافق أو قال بقول المزني أحد تلاميذ الشافعي، أو قال بقول أبي عثمان الصابوني، أو قال بقول فلان أو فلان من علماء الشافعية؟ لا، وإنما نقول أنه أخذ بقول الشافعي. حاشا الشافعي أن يعني يذكر مثالا على الجهمية، ولكن أنا القصد أن موضوع المذاهب لأن معروف عندكم عند كثير من الناس فلأبسط المسألة. فإذا طالما أن الأشاعرة قلدوا الجهم بن صفوان فلا تقل أنه وافق الأشاعرة، قل هو أخذ بقول الجهم أو وافق الجهم،
لكن هو لا يريد أن يعترف بأنه واثق بأن الأشاعرة أخذوا مقالته من الجهم. هم بهذه المقالة اقتدوا بالشيخ العلامة الإمام الجهم بن صفوان الذي يدعونهم أنهم يخالفونه، وكلهم طبعا من الشيخ أرسطو مقتبس، لأن الشيخ أرسطو هو المعلم الأول بحسب تسمية الأشاعرة له، هو المعلم الأول وهو المؤسس لأكثر مقالاتهم في الدين أرسطو. فقل هو أخذ بقول أرسطو، أخذ بقول جهم، لكن كونك أنت توافق جهما في المسألة فلا تنسب ابن عبد البر لك. ثم أنت تقول، لاحظتم هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا، هذا يبين أن الإمام ابن عبد البر مخالف تماما لطريقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمدرسة السلفية المعاصرة، المدرسة الوهابية، مخالف الإمام ابن عبد البر لهذه المدرسة مخالفة واضحة جلية. انظر الآن إلى التزوير والخداع. هو يقول أن ابن عبد البر يخالف ابن تيمية والمدرسة السلفية المعاصرة الوهابية. ابن عبد البر ماذا قال وخالف من؟ هو متى يا إخواني؟ 463 توفي ابن عبد البر. طيب، ابن عبد البر يخالف أناسا قبله أم أناسا بعده؟ وقال آخرون ينزل بذاته. عندما يقول ابن عبد البر وقال آخرون، هو يتكلم عن أناس قبله قالوا وليس بعده. ابن تيمية متوفى عام 728، بين ابن عبد البر وابن تيمية قرابة 300 سنة، ابن تيمية بعده ب 300 سنة تقريبا. لكن ابن عبد البر خالف قوما، من هم الآخرون الذين قال وقال آخرون ونقض كلامهم؟ وهذا الكلام الذي قلت لكم سيف لم يقرأ هذا الكلام، هو كلام نعيم بن حماد. نعيم بن حماد متى مات؟ 228. الجهمية طبعا قتلوه، قتلهم الله، قتلوا نعيم بن حماد في فتنة خلق القرآن، فرحمه الله، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء. على العموم، فشفت الرجل سيف العصري لم يقرأ كلام نعيم بن حماد الذي نقله ابن عبد البر ليخالفه، ثم قال لك ابن عبد البر يخالف ابن تيمية، لم يذكر الإمام السلفي، السلفي الذي هو فعليا من السلف، ليس سلفي يعني شخص ينتسب ويقول أنا أقلد السلف، هو من السلف، من الجيل الرابع، هو من الجيل الرابع، داخل في عموم الجيل الرابع، متوفي 228. ابن عبد البر ذكر كلامه وقال بخلاف هذا الكلام، وقال أن هذا الكلام لا يرتضى. طيب، فيأتي سيف العصري ويقول ابن عبد البر يخالف ابن تيمية. ابن تيمية إيش علاقته؟ ابن تيمية وينه بالموضوع؟ والوهابية المعاصرين، ابن عبد البر جاء يخالف الوهابية ولا خالف نعيم بن حماد؟ فهذا التزوير ليقول لك وليقول للمستمعين له أنها يعني الخلاف هو مع ابن تيمية، ابن تيمية الذي جاء في القرون المتأخرة 728 مات رحمه الله. ابن تيمية هو الذي خلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة الأشاعرة حسب ما يسمون أنفسهم. لا، أنتم خالفتم السلف، أذكر السلف الذين خالفتهم، ولا تذكر ابن تيمية ولا تذكر الوهابية. هذا تزوير، هذا عبث، هذا لعب. قال لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله وتعالى عن ذلك. إذن اعتبر الإمام ابن عبد البر أن مجرد أن يقول الإنسان ينزل بذاته ومثلها تساويها، ينزل نزولا حقيقيا، لأن النزول الحقيقي ونزوله الذي يفهم منه التملي والتجلي، التملي والتخلي، أن يمتلئ به مكان وأن يخلو منه مكان. طيب، هذا كلامه في المجلد السابع. يقول في كتاب الاستذكار في المجلد الثاني، تتذكر حينما قلت لك ضع هذا الكلام ببالك لأخبرك لماذا هو ترك إكمال القراءة من التمهيد وانتقل إلى الاستذكار؟ ذلك لأنه لا يريد أن يقرأ قول ابن عبد البر في السطر التالي، السطر التالي، لأنه ينقض قول الأشاعرة. قال ابن عبد البر وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول، فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. طيب، ليش هذا الكلام ينقض قول الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة يثبتون الصفات بالعقل. يعني الوحي اللي هو القرآن والسنة الصحيحة هو النص، هو النقل. إذن عندي العقل وعندي النقل. دائما احنا بنضع العقل اولا، مش احنا يعني الاسلام، الاسلام صريح في انك انت تفكر اولا ثم بعد تنظر، حتى بيسموها النظر، تنظر اولا ثم بعد ذلك تعتقد ثانيا. الأشاعرة يثبتون الصفات بالعقل،
ويردون نصوص الكتاب والسنة. هذا إمامهم الآمدي يقول صراحة في غاية المرام، كتاب غاية المرام صفحة 200، يقول: ولعل الخصم الذين هم نحن، ولعل الخصم قد يتمسك هنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، وهي بأسرها ظنية لا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية. نصوص الكتاب والسنة ظنية لا يسوغ عند الآمدي، وهو إمام من أئمة الأشاعرة وكلهم على هذا النسق، لا يسوغ استعمال نصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية. شوف يعني الوقاحة التي سيأتي بها، يعني سبحان الله، لا يجرؤ على قول مثل ذلك مسلم. شوف يقول: فلا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإعراض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إعراض، يصرح بإعراضه عن نصوص الكتاب والسنة. قال: ولم نشغل الزمان بإيرادها. تبا لزمانه، بماذا اشتغل؟ لا أعرف. على العموم، ابن عبد البر قال بعد ذلك الكلام: وما غاب، طبعا قال: وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. إلا بخبر، يعني الأشاعرة إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بغير خبر فهم ليسوا من أهل العقول، وهكذا يفعلون. وإذا فتحت صفات العشرين لله سبحانه وتعالى ستجد أنهم أثبتوا صفات نسبوها لله سبحانه وتعالى، ولو كان معناها أحياء، يعني إذا فسر بالمعنى الصحيح قد يكون موافقا لمعان جاءت في الكتاب والسنة، ولكن هم وصفوه بغير خبر، قديم مخالف للحوادث إلى آخره، كلام لم يثبت في الكتاب والسنة. إذن هم ليسوا من ذوي العقول بالنسبة لكلام ابن عبد البر الذي لم يقرأه سيف العصري، قرأ ما قبله. طيب، طبعا قال: دون أن يؤدي ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير. التنظير أيضا هذا هو الذي يعتمده الأشاعرة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، تنظير هو الذي يقوم عليه الفكر الأشعري يعني بشكل عام. طيب، ثم قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها على الحقيقة كلها، على الحقيقة لا على المجاز. اسمع ماذا يقول سيف الآن: مجرد أن قالوا ينزل بذاته اعتبرها الإمام ابن عبد البر كيفية. إذن اعتبر الإمام ابن عبد البر أن مجرد أن يقول الإنسان ينزل بذاته ومثلها تساويها، ينزل نزولا حقيقيا ومثلها تساويها، ينزل نزولا حقيقيا. يقول أن كلام ابن عبد البر يسفه الذين يقولون بالتكييف، ومثل هؤلاء الذين يقولون بالنزول الحقيقي بذاته مثلهم الذي يقول بإثبات الحقيقة. فهو نسب لابن عبد البر كلاما لو أكمل القراءة من نفس الصفحة التي وقف عندها لوجد ابن عبد البر يرد عليه ويبطل كلامه، هذا الكلام المزور، هذا الكلام الفاسد. طيب، هل الأشاعرة تبعوا خلفه؟ أعطني أشعري رد عليه وأبطله وقال له: أنت كذبت على ابن عبد البر، وابن عبد البر يثبت الحقيقة. طيب اسمع ماذا يقول أيضا لتعرف لماذا ترك القراءة من هذه الصفحة التي وقف عندها. يقول ابن عبد البر، طبعا أنا الصفحة أمامكم تستطيعون قراءتها كاملة، لكن أنا أريد المواضع هذه التي تفضح سيف العصر. يقول ابن عبد البر: وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، هذه الصفات يعني كلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها، يعني نحن، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود.
هذا قريب من قول أهل السنة أن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، عدم لا كيفية له، عدم. ذكر أقوالا بين من هم الذين قول أهل السنة والجماعة، ثم قال وقال آخرون. ركز هنا وتذكر لما قال سيف العصري أن ابن عبد البر ذكر أقوال أهل السنة ثم قال وقال آخرون. قلت لك سأقرأ عليك أشياء مما ذكرها ابن عبد البر، يقول في صفحة 131، هذه قبل صفحة 144 التي بدأ عندها سيف، يقول في صفحة 131: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز. هذا النص أبطل أكثر كلام يردده علينا الأشاعرة، أن فلان أول كلمة فلانية في القرآن، يعني طبعا هذه الاحتجاجات تحتاج إلى يعني حلقات كاملة لأشرح موضع التزوير في كلامهم، لكن هم يقولون فلان من السلف أول الصفة الفلانية، فلان من السلف أول الآية الفلانية، فلماذا لا تقبلون تأويل الآيات الأخرى التي لم يؤولها السلف؟ أو مثلا على سبيل المثال عندما يقولون أنتم أولتم قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فلماذا طبعا أنتم أولتم هذا الكلام وقلتم أن الله معنا بعلمه وليس بنفسه، فيقولون لنا لماذا لا تقبلون تأويل الاستواء وتأويل الوجه وغير ذلك. طبعا الاستواء هم لا يؤولونه، هم يحرفونه إلى الاستيلاء أو إلى القهر وما شابه ذلك. ابن عبد البر هنا لم يبقي لهم مجالا لأن يقولوا كلاما في هذا المعنى، لأنه يقول أن الذي لم يجمع على تأويله لا يقبل فيه التأويل، فقط الذي أجمع على تأويله هو الذي يقبل فيه التأويل. فابن عبد البر أبطل كلامهم تماما. طبعا معنى قولنا نحن عندما نقول أن المعية ليست أن يكون مجاورا لنا، هذا ليس تأويلا وليس تحريفا كما يحرفونه من النصوص، بل المعية بنفسها لا تقتضي هذه المجاورة. يعني الآن أقول لك أنا مع أهل فلسطين، هل أنا الآن في فلسطين؟ لا، بيني وبين فلسطين مسافات، لكن أقول أنا مع أهل فلسطين، أنا مع أهل سوريا، أنا مع الإيغور، إيش معنى كلامي؟ طيب أحيانا في الشركة التي أعمل فيها السائق يذهب إلى لإيصال بعض مثلا طلبية ما، فيتصل يقول لي أنا ما أعرف وين المكان اللي بدي أوصل له، فأفتح الخريطة على جوجل أقول له أنا معك اذهب إلى المكان الفلاني لف يمين لف يسار، فأنا معك. معه بإيش؟ عندما أكلمه بالهاتف أساسا، عندما نتكلم عادية مكالمة عادية في الهاتف، يقول الشخص الآخر أنت معي؟ يقول له نعم معك. معه بماذا؟ سمعا وكلاما، وليس معه مجاورة. فالمعية ليست تأويلا، ولكن على العموم كلام ابن عبد البر أبطل كلامهم ذلك. نعود إلى ابن عبد البر يقول والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. وقال أيضا الاستواء الاستقرار في العلو. يعني ابن عبد البر لم يترك مجالا للأشاعرة أن يقولوا عنه مفوض كما زعم سيف، سيف قال عنه مفوض. مسلك الإمام ابن عبد البر في مجمل أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، يسلك التفويض حينا ويسلك التأويل حينا، ولم يترك مجالا للأشاعرة أن يقولوا هو يقصد كذا وكذا، بل صرح بتصريح واضح جدا وقال الكلام الذي هم يزعمون أن قائله مجسم، والمجسم كافر، كفر أحسن ما تنسبوا إلكم بتزوير، كفر وخلاص، ولكن ينقصكم علماء فتنسبون إلى أنفسكم أمثال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. بل ابن عبد البر تخيل يثبت المكان صراحة، بل يقول اسمع
في صفحة 135 يقول: وقد قال المسلمون، وهذه التي قلت لكم يعني ستكون مفاجأة جميلة، وقد قال المسلمون وكل ذي عقل أنه لا يعقل كائن لا في مكان، أنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم. هل تعرف ما معنى هذا الكلام؟ هو أخرج الأشاعرة، الأشاعرة طبعا يقولون الله ليس في مكان، هو ذكر أن المسلمون، أن المسلمين يعني، لكن هو قال المسلمون، المسلمون جميعا لا، المسلمون وكل ذي عقل لا يرون أن هناك كائن لا في مكان منا. طيب الأشاعرة يقولون أن الله ليس في مكان منا، إيش يعني مكان منا؟ مع كلمة منا يعني فوقنا، فوقنا أو تحتنا أو يمين أو عن شمائلنا أو عن أمامنا أو خلفنا، هذا مكان منا. فابن عبد البر أخرج يعني ذكر قول المسلمين وأهل العقول أنهم لا يتصورون ذلك ولا يقبلون بذلك، لكن الأشاعرة يقولون بذلك. فالأشاعرة بالنسبة لابن عبد البر رحمه الله أخرجهم من دائرة أهل العقول تماما وأخرجهم من دائرة المسلمين تماما بهذا الكلام. الأشاعرة الذين تركوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وإجماع المسلمين ثم قالوا الله ليس في مكان، وشيخهم الذي ينتسبون إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، هذا كتابه مقالات الإسلامية، يقول فيه أن هذه المقالة أن الله ليس في مكان هي مقالة قسم من المعتزلة وأسسها هشام الفوطي. هشام الفوطي هو شيخ الأشاعرة بحسب كلامي الذي ينتسبون إليه أبو الحسن الأشعري. وبالنسبة لرأي ابن عبد البر فهم ليسوا من جملة ذوي العقول. ثم في الصفحة 137 روى حديث أبي رزين العقيلي، أبي رزين العقيلي رحمه الله تعالى. هذا الرجل من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ابن عبد البر روى هذا الحديث محتجا به، لم يذكر أنه ضعيف أبدا، ورواه محتجا به وهو صحيح، وأعلم أن من المعاصرين من ضعفه، ولكنه عند السلف صحيح، كما نقل الدارقطني في كتابه الصفات نقل ذلك عن أبي عبيد رحمه الله تعالى القاسم بن سلام المتوفى عام 224 الذي ذكر عددا من الأحاديث وقال هي عندنا حق لا شك فيها، عندنا عندهم هو من السلف، عند السلف هذا الحديث وغيره من الأحاديث حق لا يشكون فيها، وأنا ومن المفترض أننا نتبع السلف فلا نشك فيما لم يشكوا فيه، فهذا الحديث صحيح ويفت كبود الأشعرية، ويرويه ابن عبد البر مقرا له محتجا به. الرجل ابن عبد البر لا ننكر وقوعه في بعض مزالق الجهمية، ولكنه موافق في أكثر المسائل لأهل السنة، بل ونقله، سأنقل لكم الموضع كتابيا لأنني لم أحضره، نقل عن ابن خويزمنداد اللي هو أحد علماء المالكية، نقل عنه أن الأشاعرة، الأشاعرة أهل الكلام عموما ومنهم الأشاعرة، لا تقبل لهم شهادة، لا تقبل لهم شهادة. طبعا ولم يعلق عليه باستنكار ولا شيء، وهو الذي نقل هذا القول للناس ونشره بين الناس، لا تقبل شهادتهم. ثم يحاولون أن ينسبوا ابن عبد البر إليهم، هذا أمر عادي اعتدنا عليه والله المستعان، ونسأل الله لهم السلامة في الدين وأن يردهم إلى صوابهم ويرزقهم عفة اللسان والصدق في المقال.
هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.